الشربة هو مبعوث دبلوماسي رفيع المستوى يمثل حكومته في اجتماعات التحضير للمفاوضات والاتفاقيات قبل انعقاد القمم الدولية، ويظهر بالتحديد في قمة مجموعة العشرين وقمة الدول الصناعية السبع والمؤتمرات التي تنعقد بمشاركة رؤساء الدول، وذلك بهدف توفير الوقت والتمهيد للمفاوضات بين رؤساء الدول في القمة المنعقدة. وتقتصر مهام الشربة على التفاوض والتحضيرات، ليس له أي صلاحية في اتخاذ القرارات النهائية بشأن الاتفاقيات، وقد تم استعماله مصطلح الشربة رسمياً في عام 2005. يعود الأصل التاريخي لكلمة الشربة إلى جماعة نيبالية تقوم بحماية جبال الهمالايا الشاهقة وبهمة قيادة المتسلقين للوصول إلى قمم الجبل، ومن هنا استخدم المصطلح إشارة إلى الدور الهام الذي يقوم به مبعوث الحكومات شيربا في تهيئة القمة النهائية والقيام بكافة إجراءات التحضير لها. ولدى كل دولة مشاركة في قمة دولية فريق شيربا متخصص في الشؤون الخارجية والمالية، حيث يبدأ دور الفريق عندما يقوم رئيس أو زعيم الدولة المستضيفة للقمة بدعوة ممثلين عن الدول الأعضاء في القمة للمشاركة في وضع جدول أعمال القمة والاقتراحات والقضايا الواجب طرحها، إلى جانب حضور الاجتماعات والجلسات مع نظيره في الدول الأعضاء المشاركة والتحضير للمفاوضات وإعداد بيانات القمة. وقبل انعقاد القمة يقوم شيربا برفع التقارير لرئيس الدولة التي توضح الوضع القائم للمفاوضات والاتفاقيات والمواضيع المطروحة. وفي المملكة العربية السعودية التي تترأس مجموعة العشرين، يترأس معالي وزير الدولة الدكتور فهد المبارك اجتماعات شيربا دول مجموعة العشرين التي تستضيفها المملكة في العام 2020 في العاصمة الرياض. وفي نطاق أعمال مجموعة العشرين، عقد الممثلون الرسميون لقادة دول مجموعة العشرين الشيربا اجتماعهم الأول منذ تسلم المملكة العربية السعودية رئاسة المجموعة في الرياض لبدء مناقشة الهدف العام اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع برئاسة معالي وزير الدولة عضو اللجنة العليا واللجنة التحضيرية لاستضافة المملكة لقمة العشرين الدكتور فهد المبارك ممثل المملكة في اجتماعات الشربة، وحضور ممثلي الدول المدعوة وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية. ركز الاجتماع الأول للشربة على محاور برنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين 2020، تمكين الإنسان من خلال تهيئة الظروف التي تمكن الجميع من العيش والعمل والازدهار، خاصة النساء والشباب، الحفاظ على كوكب الأرض من خلال تعزيز الجهود المشتركة لحماية البيئة والمناخ والمياه والغذاء والطاقة، تشكيل آفاق جديدة من خلال اعتماد استراتيجيات جريئة وطويلة المدى لتبادل منافع الابتكار والتقدم التكنولوجي والاقتصاد الرقمي. وقد عقد ممثلو قادة مجموعة العشرين الشربة اجتماعهم الاستثنائي الثاني افتراضياً ضمن رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين بمشاركة جميع أعضاء مجموعة العشرين والدول المدعوة والمنظمات الدولية. واستعرض ممثلو قادة مجموعة العشرين التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات التي اتفق عليها قادة المجموعة في قمتهم الاستثنائية التي عقدت في شهر مارس، حيث ركزوا على موضوعات الصحة والاقتصاد العالمي والتجارة والتعاون الدولي. كما استعرض الشربة المشاركين التقدم المحرز في جميع مسارات العمل الأخرى في مجموعة العشرين وسبل المضي قدما تمهيدا لقمة قادة مجموعة العشرين في شهر نوفمبر. وأشار الشربة السعودي إلى أنه بتوجيه حكيم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، تم إعداد برنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في 2020 بشكل شمولي ومتكامل ليعكس القضايا الأكثر أهمية للعالم بأكمله. وقد عرض معالي الدكتور فهد المبارك الأولويات التي ستكون محور نقاشات مجموعة العشرين خلال عام الرئاسة، وقدم تفاصيلا بشأن التحديات العالمية
التي يمكن لأعضاء المجموعة معالجتها بشكل مشترك لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة المنشودة. إلى ذلك، يواصل الشرب السعودي أنشطة التواصل العالمية لإشراك المجتمع الدولي في جهود مجموعة العشرين على مدار العام، كما سيحضر عدداً من الاجتماعات رفيعة المستوى تمثل رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، وتقتضي مسؤولية مجموعة العشرين اتجاه العالم في التركيز على معالجة القضايا الحالية والمستجدة والتصدي للتحديات العالمية معاً، وجعل العالم مكاناً أفضل للجميع.